لأحد 27 حزيران 2010 طوباوي جديد من لبنان بيربك في فا الأخ قصطفين نعمي بيربك في فا الناس مجمعوا الام تي في بتواكب عرس الأديسي تغطية وتقارير خاصة مقابلات وتراتيل حصرية تبث للمرة الأولى الديس ورق الديس مع الأب فادي تابت وماجد بوهادير هيدا الأحد ابتداء من الساعة 8:30 صباحا حصريا على الام تي في